ذكرنا انه في نوعين من الهارد ديسك اللي هو اس اس دي واتش دي دي. لو عايز تعرف الكمبيوتر حقك اللابتوب انت اللي شغال عليه والجهاز شغال عليه هل الهارد ديسك اللي عندك اس اس دي او اتش دي دي، تضغط على ابدا هنا وتكتب كلمة دي فراغ دي اي اف بالانجليزي طبعا حسب الويندوز حقك دي اي اف، وتظهر هنا دي فراجمنت اوبشن وتضغط عليها بتلقى هنا درايف سي ودرايف دي، ده الاثنين تو درايف بيمثل الهارد ديسك حقك، بتلقى قدام اللي هو الميديا تايب نوع الهارد ديسك سوليد درايف ستيت، يعني الهارد ديسك حقي هنا اس اس دي، لو كان النوع حقي اتش دي دي بيظهر هنا اتش دي دي.